قدوميها قبل كبنادر أهل ندوق مقالدة مقدشة عمر محمود محمد عمر فليش أيامان تدافري مشروع على اسمها وددا دي تورك داري وددا سو تقدون تحيب تدهب مارينا بيج اسمها وددا أيا أهمي ذا يباهوي نقبين بلشدة عاصمة دي مقدشة إيضان سيدو كالقيب كنقون دون تدل حيس كايد دوينها كتو قدونان حيبها وددا سيساران قدوميها روكت جناعسيغ الصوماليات محمود عبد الكريم كبيري ايات المامي ان جناعسيغ الصوماليات اي ديار ايهين دادال كستا الغهر مرينة يا عاصمة ودادا يمقع اسمه واكلالابو ماشا لديسي دونو وحالي رادا دهب مرينة لها لكن ودادا انقران كاسكالي وودا قول كبنادر كاترسن وودا قدومي عمر انقعد ساني شركة دهب شيل اني مال قلسة اي قعد ستا ودادا ان دادوينها اللو ديسو مادام مركة دادوينها اللو مال قلنا قول كبنادر او غيب كياي وقدومي مانت النور ده حد يجي محاربنا دوينو دقمدي ولا قرحنا إلى عند مانتين قربها إسقبسنا وأن سلها جاجنا وودد تاريخ أهل كاس أي كسب بحاربنا إن شاء الله دي لا يرادو مودنا قدومي أنا كأنا مهد علينا وقتها غالية ونلاقى تي شغله ونعكسنا تقول عن جرتيد وحن رجينا مانتا وحن كدم بيا جد كان إنه نقدن دانو جد قروح بدن الله آية ودقمدان بلا دقمدان سب بدن مال بدن إعلام يود وده جاري أنت قدم بيسوي وحن إسلام ماشى حبتها قروح بدن لقى سمين دون يقول كان أدو ودا وحن نقدن دون غالي إن شاء الله وحرنا دوين ومركان إسكاشن وقدومي وسودو أدينا وحن كلها إلهي كخير سي وشغله ترى بدن قروح بدن أدوه يصير يمان ترى حد يجان اللي هو قول يسترجينا وحن سجار وقمه قالنا شركة الذهب شيل أو بحنيسة خرشاتك جيت كان لوغو تالا قالي دوميها الدهب مارينا لينا حسنا يا شيكتي إن اسمها وددان أي وحوين أتري دون تو مشروع عد اسمها حافظ عسوب إيه الدهب مارينا دوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة سيدا وشاقينا أي هرومركا دالكا عاسمدا قدومي ومهد سنتهاي إنت شغالة قابانا إيسان إلهي ويناي قولها أغو رميسترو وهاد ما أنت وحنا شيء قبلها فرح هذا ويبدأ انتهى. دين عقل وحدن كذا كهذي قدوم يهاد جمذا كاران. يكرني السنة عبد الله أو كم إذا سراكيشة إذا ماذا حوق الدلكة. وحين الشجان إن إلى لين دونان أمانك جود وضداسي. ساكي وحين قطع أنا واحد كسو أنقفنا أنا لا قبنا إنه وحين قطع فرح هذا. سي أول ما أنت إنه لو جرب استعجي بالشدي يوح جرتكي. ديجان كان ما أنت أبو استعجي وحن لنا وكم هاد علينا وحن أتاعنا غير كاران هذان ناي. ساكي ما هاد علين وايو. اتكل أن تودي واحد كلو أنشيجي نم جيران مدن قدومي وكذا ما هاد علينا. ساكي أديك إيو أصحابته أو. أصحابه أو ساكي إن صاحب ذا أو دقمذا كاران سوبر بر استعجي وحن لنا ما هذا ذيك جارتو. عمرك إذا كهذان هاي وحن كقاده هنا كالم تنوجا أدنى كقاده هنا وحن رجيه هنا شعبكنا إنه نلاش شقي دونا رجيه هنا أنا كنا وحياه كالم تنا أنا كقاده دونه إن شاء الله هدو إلى هيره غير فربضاننا خد ما هي إن شاء الله هدو إليه وحن رجيه هنا ماشي عروني نقط ماشي أوج أمان كبطن. سيدو كل قدوميها قبل كبنادر أهنا دوق عاصمة مقدشو عمر محمود محمد عمر فليش أو كهالله فرتان كمشروعا وحاول شقي إن ما ملكي سائك جو أنتاي سيدي أي بلشد وهي للهايين أذا جي واحتروا له. وحمان تفرحت نوع أنا عندك عندك هاي نوع وددا أدا دنا حبتا وقوي قبل لما تا دم ماشى أي كده ما توددا كدره أنا رجيني إنه إني جرتو مارينا بيج أما متقن داب مارينا ماشى اللي رادو أو استيت بالعلة أو أنا رجيني إنه مستقبل كإنه نقضه استيت لتر تما استيديد أدوك قوة وقرحة بس مملكة قبل كبنادر وحجرب تاجي هاي موادين تا الصوماليات أسوجستي هرمارين تا دلكود إنتان قري لهين ورغضا فربضان وقاركود لسك دقاترو وحان أسوجستينينا إنان أنقو جيب كينا يقول كينا إسبرلو أنا دسانو دل كينا أنقو كبب اللابين سيدا هادا مانتا أركيسان كابياشا دقالا runtii kaabayaasha dhaqaalaha oo dhismaho wuxuu ka dhigayaa dhaqaalaha dalka oo dhisma kaabayaasha dhaqaalaha waa wadooyinka kamid ah wadadan marka ay dhisanto waxa ku soo xigi doona dhismaha weyn oo khamisti ladah furayay oo la yiraahdo dahab marina oo si ajeeb ah dhismooyin ajeeb ah aan filayo in halkaas laga dhisi doono sanawaadka soo socda insha Allah ta'ala shirkadaha Soomaaliyeed Ilaahay dhaqaalaha siiyay gacanna dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen inaad ku gargaartaan
gacanna aad dalkiina ku dhisataan ayaan idinka rajaynayaa, idinkana codsanaynaa, idinkuna baaqaynaa runtii. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray dib u dhiska lagu sameynayo wadada Fagax oo ka mid ah wadooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Wadadan ayaa in muddo ahayd goob biyo degen ah oo ay isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan ku qabeen bulshada iyo gaadiidka isticmaala wadadaasi. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.